السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى مجد إسماعيل. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. ان شاء الله هتكلم معاكم عن مادة الريزرفوار ليكشر 3. كتبنا المحاضرة اللي فاتت بسؤال المحاضرة: امتى تكون البيتا جي تساوي زيرو؟ فكرتوا في السؤال ولا لأ؟ عرفتوا الإجابة ولا لأ؟ طبعا لو عرفتوا دي حاجة كويسة جدا، واللي معرفش ان شاء الله هنتكلم دلوقتي عن اجابة السؤال. طبعا عرفنا ان البيتا جي هي حجم الغاز بالخزان الى حجمه على السطح، وبتكون البيتا جي اقل بكثير من الواحد. طب امتى بقى تكون البيتا جي بتساوي صفر؟ تكون البيتا جي بتساوي صفر عندما يكون الخزان اندر ساتوريتد. يعني ايه يا باشمهندس اندر ساتوريتد؟ يعني تحت مستوى التشبع، يعني مفيش فري جاز، وبالتالي حجم الغاز بالخزان بيساوي صفر، وبالتالي فإن البيتا جي بتساوي زيرو. هتكلم معاكم النهارده بإذن الله عن رقم واحد، معلومة بترولية زي ما تعودنا، رقم اتنين البروستي، تلاتة الكونكلوجن، ونختم محاضرتنا بسؤال المحاضرة. زي ما تعودنا ان شاء الله هنبدأ كل محاضرة بمعلومة، ومعلومتنا النهاردة ان شاء الله عن اكبر الدول المنتجة للبترول. يا ترى ايه هي اكبر دولة منتجة للبترول؟ يا ترى في حد عارف ايه اكبر دولة منتجة للبترول؟ انا هقول لكم مين اكبر دولة منتجة للبترول. طبقا للتقارير العالمية، روسيا تعتبر رقم واحد في الدول اللي بتنتج البترول بنسبة ممكن من 12 ل 13%. بعد كده بتيجي السعودية بنسبة اكتر من 11%. بعد كده امريكا بنسبة قد تصل الى 8.5%. بعد كده بتيجي ايران والصين وكندا. ننتقل بقى لموضوع المحاضرة بتاعتنا، وهي البروستي أو المسامية. زي ما قلنا في أول محاضرة إن لابد من وجود تراكيب جيولوجية، وكان منهم إيه لو فاكرين؟ الريزرفوار روك. وقلنا إن لابد من وجود مواصفات للخزان ده بإن يكون إيه؟ قلنا إن يكون بورس وبيريمير، أي بورس أي مسامي. طب يا باشمهندس ايه هي المسمية؟ is the ratio of the pore volume to the rock volume. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي النسبة بين حجم الفراغات اللي موجودة في الصخر الى حجم الصخر نفسه، وتعتبر من اهم الخواص للريزرفوار انجينير. طب ليه؟ تخيلوا معايا كده، ليه هي مهمة للريزرفوار انجينير؟ لانها بتدينا اشارة، وبنعرف بطريقها نقيس الفراغات الموجودة بالخزان المتاحة لتخزين الهيدروكربونات، وبالتالي عن طريقها أقدر أعرف الخزان ده هينتج كمية زيت قد إيه، وبنرمز للبروستي بالرمز ألف. في البداية ده الخزان بتاعنا. يحتوي على مجموعة من الصخور. رقم واحد دي بنسميها البور فوليوم، أي حجم الفراغات الموجودة بين الصخر اللي بيخزن فيها إيه؟ البترول، ويرمز لها بالرمز VB. رقم اثنين الجرين فوليوم. الجرين فوليوم هي حجم الحبيبات، حجم الحبيبات اللي ما بينها وبين بعضها بيوجد الفراغات اللي بنخزن فيها البترول، وبنرمز لها بالرمز VG. عايزكم تتخيلوا الرسمة دي معايا عشان نتخيل الريزرفوار تحت بيبقى عامل ازاي. رقم ثلاثة في البالك
فوليوم اللي هو حجم الصخر نفسه، هنمثله ان هو الجزء ده كله هنقول ان هو البالك فوليوم اللي هو حجم البور فوليوم زائد الجرين فوليوم، وبنرمز له بالرمز في بي، وبالتالي فان الفي بي بتساوي الفي بي زائد الفي جي. بالتالي عن طريق الرسمة بتاعتنا دي بنقدر نعرف المسمية ان هي حجم الفراغات الى حجم الصخر، بالتالي البوروسيتي هتساوي البور فوليوم على البالك فوليوم. طب حجم الفراغات اللي احنا لسه قايلين ما بتساوي البالك فوليوم ناقص الجرين فوليوم، بالتالي البوروسيتي هتساوي البالك فوليوم ناقص الجرين فوليوم على البالك فوليوم، وتكون الوحدة بتاعت المسمية كده. فكروا معايا هتكون الوحدة بتاعتها ايه؟ زي ما قلنا في الساتوريشن هي عبارة عن الدايمنشن ليست، اي ملهاش وحدة نميزها بيها. ليه؟ برضو البوروستي ملهاش وحدة نميزها بيها لان هي عبارة عن نسبة بين حجمين، حجم الفراغات الى حجم الصخر. لو فرضنا ان الحجم بالمتر مكعب، بالتالي البوروستي بتساوي المتر مكعب على المتر مكعب، هتديني واحد، وبالتالي فان البوروستي عباره عن دايمنشن ليست.